لو في احد الناس ودسه كريمنال اكت، بس حد يعتبر نفسه انه عايش في المجتمع وبيحب المجتمع، بس ممكن يجيب للمجتمع ده مبيدات كانسرس، يجيله مبيدات مسرطنه على اعتبار ان هو بعيد عن هذا الدم، وان المجتمع كله هو حجراله، بس هو مش حجراله حاجه واحده. ده بني ادم يوم انه عايش في مجتمع ويوم انه عايش لوحده، اكيد يوم انه عايش لوحده. المبادئ دي مبادئ تبدو ان التذكره بيها ما فيهاش جديد، يعني زي ما قلنا كاني عم افكر نفسي كل شويه drink water drink water drink water is good water is good. احنا عارفين دلوقتي اكيد في حد فيكم شايف على الفري واي مرض، اذا كان في امريكا او في غير امريكا، بيل بورد كبيره كده بتتكلم على drink water water is good. في حاجه في جاد سيكس اسمها ذا واتر ماجازين، هتسمع عنها. بقى في ماجازين للميه، بقى في اورجانيزيشنز بتشتغل، ان جي اوز بتشتغل على فكره مش بيع نوع ميه، على فكره اهميه الميه. طب ده سائل فطري معروف ما فيهوش جديد، هو مش بيبيع ميه، مش بيحط درينك واتر عشان هو عايز تشرب ميه، هو بيتكلم على اهميه الحاجه دي لحياتنا كلنا. فسام تايمز في حاجات تبدو انها بديهيه جدا، بس محتاجين نفكر نفسنا بيها ليه؟ فكر نفسنا عشان لما اجي كمان شويه اقول لا الاقي واحد في المجتمع يقول اي كان ليف وذ ذات، فيقرر يشيل محطه الميه الرئيسيه ويعمل مكانها مثلا صاله بولينج، يبقى في مشكله. بنفس الخط لما الاقي حد ينتزع حريه المجتمع باي دعوه كانت، مش هيعمل مكانها صاله بولينج، يعني الحريه بتعمل مكانها حاجات ثانيه، هيعمل مكانها صاله استبداد، صاله اي حاجه ثانيه. ينتهي الامر في الاخر الى ان انا اكون واقف امامه بقدر من الوضوح ان انا ما اقدرش ما يسميش ما ينفعش استغنى عن هذا الامر. التغير الرئيسي بقى بدايته بتكون بان احنا نتفق قبل ما نختلف ازاي نختلف، ونتفق قبل ما نختلف ان احنا هنفضل مختلفين لاننا متنوعين، بس في فرق بين ان احنا مختلفين وفي فرق بين ان احنا على خلاف. يعني في فرق بين ان احنا we have differences او we have disputes. having differences ده شيء طبيعي جدا. اول اختلافات شكلنا، ثاني اختلافات فيما نفكر فيه، in my taste of life, in the way I see things. بس في النهايه الاختلاف حاجه والخلاف حاجه ثانيه. المجتمعات تبنى بالاختلاف مش العكس. المجتمعات ما تبنيش بالتنميط، ما تبنيش بان واحد شكل اثنين شكل ثلاثه، والمجتمعات اللي حاولت تبني على كده سقطت. الماركسيزم لما اتحولت للينينيزم ونزلت في الاخر وبقت شكل السوفييت يونيون ادانا الدرس، وهو ان الفلسفه البسيطه اللي حصلت في الكولد وار كانت اللعب على انسانيه اهل الايسترن بلوك، ان دول بشر في الاخر. ده راجل ما ينفعش يضحك على نفسه يقول انا ينفع اعيش من غير حريه، ما ينفعش يضحك على نفسه يقول انا العدل بالنسبه لي يعني التساوي في كل شيء، مفيش حاجه اسمها كده. وبالتالي كان الاساس في الموضوع ان احنا نكون عارفين ان احنا مختلفين متنوعين، وان احنا وسيلتنا للوصول للنتائج بتاعت احنا ازاي نعيش ان انا اكون عارف ان انا احنا في قبول ببعض ما يسمى تنازلات، بس ما هياش تنازلات، هي في الحقيقه قبول بمساحه مشتركه. يعني عايز اقول ان المشترك بتاع المجتمع ده ما بينفيش الخصوصيه بتاعتي زي ما اتفقنا في الاول. being faith based معناه ان انا اقدر اكون واقف في المنطقه اللي في نص المجتمع، او ideology based اكون واقف في المنطقه اللي تجمعنا كلنا. لو كنت ideology biased او بين او faith biased هقف بره الدايره البسيطه، هلاقي ناس واقف بتخانق في الاطراف. يبقى احنا محتاجين من معاني ال declaration نشوف دي المعاني اللي اذا انتوا قابلتوها ولقيتوا نفسكم بتتكلموا عنها جواكم. هو الغريب في الموضوع دي حاجه اتمنى انها تحصل لكم، يعني ان الوثيقه دي لما تتقلي كان معظم الاجابات عليها وخاصه الناس اللي هم اللي احنا بنسميهم في المجتمع less fortunate، اقل تعليما، الاقل اكسبوجر، في قرى مصر الاحياء الضعيفه والمحرومه بشكل او باخر، كانت الاجابه بشكل او باخر تعبير عن ده اللي احنا حاسينه بس مش عارفين نعبر عنه وعلى مستويات كثيره جدا. You might find that this is something بتتحرك جوانا، بس احنا عملنا لها articulation، احنا مجرد عملنا لها صياغه. هل الصياغه اللي احنا كتبناها جبنا معاني من عندنا؟ مطلقا المعاني دي هي اللي موجوده، معاني مش الكلمات بس، المعاني هي اللي موجوده بشكل او باخر. روحها موجوده في الماجنا كارتا، في ديكلاريشن اوف اندبندنس، موجوده في الهيومن رايتس بيل، موجوده في اليونايتد نيشنز، موجوده في الاديان وفي اصل العقائد.
تعرفين في الإسلام في حاجة اسمها مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يعني الهدف اللي أنا عايز أوصله لكل الأكتيفيتيز اللي أنا بعملها. وفي الحياة عموماً في حاجة اسمها المقاصد الإنسانية، يعني أنا لما بعمل حاجة لازم أوصل لنهاية ليها، ولو ما وصلتش للنهاية دي هنحقق الحالة اللي إحنا حكيناها في الأول، إحنا عايشين في حقيقة مسرحة. إن أنا بعيش كل حاجة شكلاً، بعيش كل حاجة شكلاً يعني إيه؟ يعني أقفل المايك وأحرك مخي، أوكي؟ And we're doing the action of lecturing. Okay? بس the reality of lecturing ما بقتش موجودة. ليه؟ لو بقى المقصد من الأمر إن أنا أقف قدامكم، حضراتكم تصوروني على إن أنا بتكلم، and we must prove to somebody that we're doing this action. We'll do the action. لو الأكشن اتشال عنه مقصده اللي هي فكرة knowledge transfer, exchange of experience, whatever you call it. إذا ما حصلش المقصد ده قبل ما نكون متفقين عليها، الحالة دي ما كانتش تبقى حقيقية، هتبقى حالة ممسرحة. وبالتالي المعاني الموجودة الحقيقية جوه الوثيقة دي، إذا ما ركزناش فيها بالظبط قدر تركيزنا في معنى المية ودرجة ضرورته لحياتنا، قد نكتشف كمان شوية إن إحنا هنعيد إنتاج دولة شكلها القانوني جيد جدا، شكلها الدستوري لا بأس به، شكلها الحقيقي هو نفس إعادة إنتاج الاستبداد على ما كانت عليه قبل كده. آخر حاجة هاخد بيها معاكم، معرفش انتوا تحبوا الشعر ولا تحبوا الشعر؟ كويس. انتوا تسمعوا عن واحد فيلسوف اسمه محيي الدين ابن عربي؟ بالظبط. محيي الدين ابن عربي ده ليه شوية كده، مش هنسميها رباعيات بس ولا أشعار، بس هو ليه حكة من كده محددة. فبيقول كل لفظ يهيمن على المعنى لا يعول عليه. يعني ايه؟ يعني كل اسم يبقى اهم من المعنى اللي يعبر عنه، اللفظ ده لا يعول عليه، ما نهتمش بيه. يعني لما نلاقي الخناقه جوه المجتمع عندنا دلوقتي على الالفاظ، الخناقه على المصطلحات، هذا ليبرالي كافر، وهذا مش عارف ايه خائن، وهذا اسامي فلان. طبعا انا قلت ليبرالي خائن عشان ابتدي، انا كنت يعني كلاس وان اسيلف يونس ليبرالست عشان انا شتمت نفسي، مش اشكال. الفكره ان احنا اول ما بنبتدي بالتصنيف احنا بنصنف الحاجه اللي بيحذر منها واحد دين معرفه، فكره ان اللفظ الذي يهيمن على المعنى لا يعول عليه. بيقول حاجه ثانيه مهمه جدا، بيقول كل صمت لا يحتمل الكلام ليس صمتا ولا يعول عليه. يعني اللي يقعد متخيل ما قاعد في حاله صمت وتامل كده وبيتفرج، مش بيكون الطاقه اللي هيتحرك بيها للمشاركه، فده ليس صمتا. المعنى يعني هذا نواه، ده نوع من انواع الموت اللي هو الحاله اللي احنا كنا فيها.